السلام عليكم، مرحبا مشاهدينا الكرام اينما كنتم. اذا بالنسبه للاشخاص الذين يعانون من مشكل منفذ الشحن الخاص بمجموعه من الهواتف مثل هواتف انفينيكس وايضا سامسونج، اذا بعد المشاكل المتعلقه بمنافذ الشحن ليس هو مشكل ان الكونيكتور او ان منفذ الشحن او الكونيكتور ليس انه مثلا معطل او مثلا مكسور من الداخل، يعني ارجو من الداخل المكسورة، ليس هذا هو المشكل، بل تكون مشكل آخر قد بسببه قد تذهب إلى فني صيانة من أجل إصلاحه. إذن قد يكون المشكل لديك بسيط ولا تحتاج إلى صيانة أو أمر مشابه لذلك. كما تلاحظون هذا هو كيبل الشحن الذي سنقوم بإدخاله هنا. كما تلاحظون هناك إذن لا غير ثابت في مكانه، كما تشاهدون الاخوان الكرام هذا الكابل غير ثابت في مكانه. اذا بعد التدقيق في هذا الكونكتور وجدت ان المشكل فقط في الغبار، ستجد هنا بعض الغبار، اذا ما عليك سوى ان تقوم بتنقيتها. ساقوم بتنقيه هذه الغبار من الداخل بهذا الشكل كما تلاحظون، ساقوم باخراجها كما تلاحظون هنا مجموعة من الغبار سنقوم بإزالتها من الجوانب، من الجوانب الخاصة بالكونكتور سنقوم بإزالتها بهذا الشكل. إذن مع أن تقوموا بالاحتياط كما تلاحظون إخوان الكرام، بعد أن يجبوا الاحتياط من أن هذا، إذن أتمنى أن تستخدموا يعني عازل، يعني شيء آخر كعازل أو مثلا عود رقيق يعني يكون قوي من أجل إزالة الأوساخ من هنا، بحيث أن يكون هذا غير، يكون هذا الشيء عازل. يعني لدينا إبرة، أستخدم إبرة لأنني قمت بإزالة البطارية، قمت بإزالة هذه الوصلة، قمت بإزالتها، إذا الوصلة التي توصل الكهرباء إلى البطارية، إذا قمت بإزالتها حتى لا يكون هناك تماس، لذلك أقوم باستخدام إبرة بدون مشاكل. إذا كما تلاحظون قمنا بإزالة العديد من الغبار من جوانب هذا المنفذ. مليء بالأوساخ والغبار، كما تلاحظون نزل هناك الأوساخ في هذا المنفذ، وهي هذه الأوساخ تقوم بإعاقة كيبل الشحن، وبذلك لا يتم ثباته في المنفذ. قمت بتنقية تنظيفه بنسبة 70%. إذا سنجرب الآن كيف أصبحت. كما تلاحظون الأمر أصبح جيدا. أصبح الأمر أفضل بكثير من الأول. إذن بهذه الطريقة يمكنك أخي الكريم أختي الكريمة أن تقوم بتنظيف هذا الكونكتور، وأيضا يصبح هذا المنفذ يعمل بشكل جيد. إذن هذه الطريقة كانت من أجل أن تقوم بإصلاح شيء يمكن سهل يمكن القيام به في المنزل فقط. أما إذا كان هذا الكونكتور معطل أو مكسور من الداخل فمن الضروري أن تذهب إلى فني الصيانة من أجل تغييره. إذا إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم، ونتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم،
إذا أعجبتكم الحلقة فلا تنسوا إخواني الكرام أن تدعمونا من خلال الضغط على زر لايك، إعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.